مرحبا فيكم مشاهدينا في فقرة خلك فت. اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد مهم واللي هو الأكتاف الأمامي. مثل ما عودناكم تمارين جديدة في مكان جديد، احنا متواجدين في جيم فتنس تراك. خلينا نشوف هاي التمارين مع بعض. أول تمرين راح نتمرنه هو تمرين الأكتاف الأمامي. ناخذ وزن نقدر عليه ونتمرنه بهالطريقة. لازم يكون الظهر بشكل مستقيم، نرفع إلى مستوى الأكتاف وننزل. التمرين الثاني راح نلعبه هو تمرين أكتاف الأمامي، بس لكن نشغل الأكتاف الجانبي معاه. فنحط الوزن بهاي الطريقة قدامنا ونخليه بهاي الأنجل اللي احنا نشوفه، ونرفع على فوق، ننزل شوي شوي ونرفع. لا ننسى ان احنا لازم نتنفس واحنا نتمرن. اخر تمرين اليوم اخترنا لكم اياه هو تمرين الاكتاف الامامي بالكرسي. تمرنها بهالطريقه، ناخذ الاوزان نحطهم مستوى الاكتاف. عشان يكون امامي لازم يكون قدام الاكتاف، اذا كان خلفي ورا. راح نتمرن الخلفي في حلقات جايه، لكن اليوم تمريننا الامامي بهالطريقه. نزل شوي شوي نضغط. مثل ما شفنا تمارين الاكتاف، ان شاء الله استفدتوا منها اليوم. طبعا تمارين الاكتاف ما تحتاج اجهزه، مثل ما شفنا لعبنا كل الالعاب بدنابل بس. ان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه وتمارين جديده.